قضي حياتي هيك بين هالبراري بين هالهيك هيك مقضية. عماد الطفل اللي انتشرت قصته صاحب مقولة بحسد الأولاد اللي عندهم آباء وأمهات يديروا بالهم عليهم، تذكرتوا؟ كنت أب نهاري هون بلم الخرضة وعلى يعني وحدانية ما في شيء يتسلف فيه أو روح على البحر أو من هذا الحكي. هنيك بقضي معاه هون من في الصبحيات، منروح نفطر منجي نتسلم على الشباب إذا بده يسجلوني بالمدرسة هلأ، يعني هيك بتسلى معاهم. يعني هلا انا يعني مبسوط كثير كثير انه شو خلص خلصت من الغرفه، خلصت من الهم، خلصت يعني شو بدي لك، كان هم الدنيا كله فوق راسي، شلون كنت بدي اسقف هاي الغرفه، شلون كنت بدي اصب الارضيه، شلون كنت بدي اقعد بالشتاء، كنت فكر انه طب انا وين مستقبلي وين هيك، بس هلا الحمد لله اني رحت على فريق ملهم، يعني مبسوط خير الله ما يعني، وحتى مبسوط يعني ما حدا بيعرف قديش أنا مبسوط هلأ، مبسوط إني خلصت منها. الحمد لله أنا هلأ خلصت من الغرفة وبديت حياة جديدة. اليوم فقنا الصباح، اليوم فقنا الصبحيات، رحنا على السوق اشترينا أغراض، كرسي كهرباء وزينة وقاتة وكل شيء، يعني عدة كاملة الحفلة. رحنا على شو اسمه مخيم فيه طفل اسمه محمد، هذا معاق يعني معاق الأربعة. عطينا له كرسي الكهرباء وعملنا له حفلة كرسي واشترينا له كرسي الصبحيات وكل شيء، عطينا له كرسي الكهرباء وكتير انبسط هو. أنا شعوري إنه كتير كتير مبسوط، يعني بين كنت يعني ما كان حدا يهتم لي، يعني شلون بدي لك يعني بشبه إني كان مزبور، يعني ما حدا يطلع فيني أبدا، بين هلأ صرت ساعدهم وصرت يعني تسلى معاهم وتعال عماد وهيك واركض معهم ووزع معاهم، ايه يعني هيك أنا مبسوط كتير كتير. هذا شعوري إني بين كانت العالم تساعدني ويعني وهلأ أنا تحسن وضعي الحمد لله، يعني صرت بدي ساعد العالم كمان مثل ما العالم ساعدتني بدي ساعد أنا كمان، هذا هو شعوري. بتمنى أني ضل مع الفريق أول شغلة، ثاني شغلة بتمنى أني هلأ بدي عم بدرس، بدي إن شاء الله إذا الله راد أنجح على البكالوريا، وبدي بالصيف بالشتاء أدرس وبالصيف بدي أعمل دورات إلكترونيات، يعني أنا بدي أطلع إن شاء الله مهندس إلكتروني لأني أنا كتير بحب الإلكترونيات. اليوم الفريق أخذوني على السوق راح أشتروا لي عدة وكل شيء، كتير كتير اليوم بسطت. يعني كان هم الدنيا كله فوق راسي، يعني هلا حتى حسيت حالي طفل اني رجعت على مدرستي، رجعت على هيك ورجعت مع رفقاتي العب وكل شيء.